كل حال يا رفي، كيف تماجد امبارح في الليل والفشكشي والعيا في الأراضي؟ يا شحاري عليك يا رفي، الله يرحمك يا عبود، الله يرحمك. يا ليل عمي يا ليل، مرحبا عمي يعقوب. نعم يا ابو احمد. شو اجى الزعيم؟ لا موهوم. خير يعقوب؟ عم تبكي؟ شو القصة؟ لا، من الدخان وانا عم علق النار في المجمر دمعتين. اذا من الدخان ماشي الحال. السلام عليكم. الله معكم يا ابو احمد. الله معك. شو بك يا يعقوب؟ جرستنا. شو عم تحكي؟ عم تبكي مثل مري؟ رفيقك شهيد، لازم تبكي، لازم تبكي. الله يرحمك يا عبو. طمني يا ابو دياب، كيف صار الشب؟ صحي؟ لا والله ما صحيح. الله يشفيه. اسمعوني منيح، ما بدي حدا من اهل دمر يعرف انه هذا الشاب موجود عنا هون. ماشي؟ ماشي. طب يا ابي مين هذا الشاب؟ هذا الشاب من الشام، من حارة اللوز. اهله ظلموه وتهموه بجريمة قتل، عم هرب واجا تخبى عنا هون بدمر. والشاب اشهد بالله انه زقرتي ومعدل وحاطت دمه على كفه كرمال البلد. طيب مين عمل فيه هيك؟ ما بعرف، بس أكيد الفرنساوي. أنا بدي روح بكرة لعند أم ياسين. أختي لازم عزيها بموتة عبود. ما بلاها، ما أنك شايف إنه الدنيا كلياتها واقفة بوش أم ياسين وعبود؟ ما بدنا نزعل الزعيم منا. هلأ إذا رحت وعزيتها بموتة عبود بكون عم زعل الزعيم مننا؟ شو دخل هاي بهاي؟ لك قلت لك انه الزعيم كل اهل الحاره واقفين بوش ام ياسين وعبود، ما حدا مسترجي يروح يعزيها مشان ما يزعل الزعيم منه. وكل الله يا رجال، ان شاء الله مفكر عبود هو اللي قتل ابو شكري. لا، بعرف انه عبود مو هو اللي قتله لابو شكري، بس شو طالع بالايد؟ والله ما بسترجي احكي غير هيك. عبود ابن بنت عمي صفيه، وانا بعرفه من وقت اللي كان صغير، ومن صغرته كان رجاله قبضاي، وكل اهل الحاره بيحلفوا براسه. ما بتتذكر الزعيم ابو نوري قديش كان يحبه ويحب سكرتيته؟ بقى انا بكره رايحه اعزيها بموتة عبودها. قلت لك لا يعني لا. خلصت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وليش ست الحسن والجمال يعني ما بتمد ايدها على شيء؟ مدلله يا مهاجر. قوم افتح الباب الله يرضى عليك. حركي حالك شوي. ولك اتركيها بقى، حلي عنا. مين؟ انا ميونس. صوريني. السلام عليكم. اهلين خالتي ميونس. امك هون؟ شو تفضلي. السلام عليكم يا ام جمال. وعليكم السلام يا ميت، اهلا وسهلا بميونس. كيفك تقبريني؟ والله مشتقت لك. يا مو كملوا شغل انتو. يا ميت اهلين وسهلين. نورت نورت. اهلين فيكي. شو هالزيارة الحلوة هاي؟ دريتي شو صاير؟ خير. شوفي عبود الشامي يو ما يروح الا قتل. شو بلي ما بيتسمى؟ راح قتل، قتلوه الفرنساوي. الله كبير، الله كبير، جزات ما كسرنا القهوة هالواطي. حرام عليكي يا ام جمال، الزلمة راح لرحمة ربه، ما بيجوز عليه غير الرحمة. كل ما بتذكر كيف كسرنا القهوة هالواطي، بيجي على بالي نتفه بسناني هالواطي. قليل شو ضرنا بتكسير القهوة لك أم يونس؟ يعني لحنا ما كسر لنا الدكان، بس الله يرحمه بالموت ما في شماتة يا أم جمال. قولتك. كنت بدي أخذك لعند أم ياسين مشان نعزيها. ما فشرت عينها، قلت تضرب هي وهالترباية. يعني قولتك ما روح؟ لا يو شو تروحي؟ تزعل منك أم نوري أم زعيمنا، كمان أم شكري بتزعل منك. شو نسيتي إنه لما بيتسمى يقاتل كبيرون؟
فاتتني هي يا ام جمال ولي على انتي كله الا زعل ام نوري وام شكري وانا بطلت روح. يا ام مريم قومي تقبريني ساوي لنا فنجان قهوه من تحت الايدين الحلوين. امرك خالي. ما تبلي وما تخي على هالقامه. ما قلت لك ام جمال أنا رايح على الخان. حسك عينك تفتح الباب لحدا وهذا الباب مالك طلع منه، فهمتوا ليه؟ فهمت. أمرك ابن عمي؟ ايوه عجبتني هاي ابن عمي. يلا سلام. عليك يا ماما. روح ان شاء الله يا رب يا رب ما بترجع. تضرب انت ومصاريك. مرحبا أخي. أهلين فارس. أخي مشان الله شبك؟ يعني من يوم اللي سمعت خبر عبود وأنت هيك وشك ما عم يتفسر. معك حق، لأنه عبود صار بنظر الناس بطل، حتى بنظر خالته أم ياسين صار هو البطل ونحن الظلام. قدر عبود يكسر شوكة عيلة أبو الدهب بحياته مماته يا فارس. وكل الله أخي، وكل الله. أنا رايح على الفرن، بدك مني شيء؟ شوف، إذا شفت ياسين برضاي عليك لا تتعرض له، حتى لو هو تعرض لك. هدول الناس زعلانين على قريبهم وهذا حقهم. طيب أمرك، يلا بخاطرك. الله معك. شلون صرتي؟ يا مو هلا بتحمل حالك
تروح لعند عزام رئيس الكركون وتطالب بجثة عبود. إذا ما رد عليك تروح على السرايا وتفوت لعند الوكيل. بدي شوفه، بدي شوفه قبل ما يدفنوه. طيب يا عمي طيب، انت بس طولي بالك. السلام عليكم. ايش بك يا عقوب؟ ايش صار لك؟ ايش بك عم تبكي؟ احسن شيء اقوم اقعد في المطافي احسن ما حدا يشوفني. لك العمى كيف قدروا يلطوه؟ غريبة والله. لك جننن لحتى قدروا يلقطوه. لك وقال انه قتل 50 واحد من الفرنساوي حتى حسنه يكون شو؟ لك والله العبود ابضاي وذكرتي يا شباب، الله يرحمه. امين امين يا آمين رب. الله يرحمك يا عبود. امين امين رب العالمين. امين. هلا مين اللي بدنا سرقنه ونحطه بالحبس؟ سيدي عزام، سيدي عزام، بدك يخرب بيتك من حالك، شو بك فايت بيت القضم مستعجل؟ شو بدك؟ ياسين برا سيدي بده يقابلك. خليه يفوت. حاضر سيدي. مرحبا سيد عزام. أهلين أهلين بالمثقف المتعلم ابن المدارس. أهلين. خير؟ شو بدك؟ أه؟ سيد عزام، عبود مات ما هيك؟ طبعا مات. ولا فكر جناب الوكيل كان عم يمزح معكم مثلا؟ أه؟ لا لا أعوذ بالله، مو هيك قصدي. لكن شو قصدك؟ نحن بدنا جسد عبود. عبود ما له غير أنا وأمي قريبين هون بالحارة، بدنا جثة مشان ندفنها. ها؟ إيش قالوا لك عني؟ عندي جثث مقدسة وعم وزعها على العالم؟ لك حبيبي، ابن خالتك قتلوه ودفنوه مش حاله، شو بك؟ دفن؟ وين دفنوه؟ لا إله إلا الله، ولا شو بعرفني؟ العمى؟ بس هيك ما بيصير، نحن لازم نعرف وين دفنوه. شي حلو والله، تعمل لي كفين كمان. لا بدي أعمل لك كفين ولا تعمل لي كفين، بس نحن بدنا نعرف وين اندفن الرجال. اسمعوا له، هن كلمتين، طلع لبرا قبل ما تيجي المجنونة تبعي ها وطرق طلع على أبو. ليش أنا شو عامل حتى تنزلني على أبو؟ هيك مالك عامل شيء، بس أنا ضايقت منك. يعني تبلي. هلا فهمت عليك، أنت ما راح تفهم بسوق. يا ياسر. خلاص خلاص، ما في داعي لياسر. أنا رايح، يعطيك العافية. عمى عالم ما بتستحي، من وين بدي اجيب له جثة عبود؟ اه؟ لك والله صحيح، وين جثة عبود يا ترى؟ اه خير معلم. وهي عبود مات واندفن، واندفن معه سرك يا أبو سليم، وصار فيك تنام على مخدة وانت مرتاح، لأنه شبح عبود صار بعيد عنك. يروح يا أبو سليم، الله يبعد عنك كل مكروه. آمين. لك ليش هيك المجبر عم يدخلك؟ ليش عم تبكي؟ لا ما في شيء زعيم. شو ما في شيء؟ ليش عم تبكي؟ اجاني خبر أخي تعبان شوي. لا إيه الله يعافيه، سلامته سلامته. اسمع،
اطلع اطمن عليه بات هنيك وارجع بكره. يلا. لا ما بيسهل، ما في داعي. اسوي لك قهوه؟ ساوي. شو صار معك؟ ما مشي الحال يا مو، ما مشي الحال. شو يعني؟ شلون ما مشي الحال؟ يعني عبود اندفن وما حدا بيعرف وين اندفن، حتى عزام. لهالدرجة؟ لهالدرجة قلبون قاسي على عبود؟ رح حسرتي عليه. حسرتي عليك يا عبود. يا آخرتك تموت وتندفن وما نعرف وين مدفون. الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازي اللي كان السبب. طمني حكيم، عبود شبه؟ والله ما بخبي عليك يا مختار، حالة ابن اختك صعبة كتير، بده يومين ليصحى، وإذا ما صحي لا حول ولا قوة إلا بالله. شو يعني؟ يعني خلينا نصبر هاليومين، بركي بصير خير. يعني عبود ابن اختي بده يموت؟ الأعمار بيد الله يا مختار، نحن ما إلنا غير نصلي وندعي له. وهلا عن إذنك. الله ما الله يعافيه يا رب. الله يعافيك. سلام. سيدك حاجتك. ما عم بقدر، ما عم بقدر. عبود كان قطع مني، ما عم بقدر انسى. يا مو انا ما بدي اياكي تنسي، عبود مات على ايد الفرنساوي، يعني مات شهيد، ما لازم تبكي عليه. الله ينتقم من كل، الله ينتقم من كل يا بيت أبو الدهب. يا مو شو دخلهم بيت أبو الدهب؟ شو دخلهم؟ شلون شو دخلهم؟ هن اللي أخذوه على الموت بإيديهم، وهن اللي خلوه يهرب من الفرنساوية ويهرب من الدنيا كلها. مالك شايف انه ما في حدا بالحاره كلها دخل لبيتنا وعزانا بموته؟ كل هالشي انه ما بدهم الزعيم يزعل منهم. امي تيجي نترك الحاره ونهج؟ هاي الحاره حارتنا، وهذا البيت بيتنا. لا نوري ولا شكري ولا كل خلق الله بيقدروا يطلعوني من هذا البيت إلا على قبري. بعيد الشر عنك يا مو، بعيد الشر. خلاص كرمال الله حاجة تبكي، حاجة تبكي. ياسمين، يا ياسمين. جاية ابن عمي. شلونك يا بنت؟ الحمد لله بخير. الحمد لله انك بخير. اشتقت لك. الحقيني عاوزك. حاضر ابن عمي. يقبرني
لك ان شاء الله بتموت، ان شاء الله بتموت وبخلص منك. أكيد بيكون مات، لأنه لو ما مات كان طلع له حس. وهلأ فطيت لكم يا أهل حارة اللوز، إي والله لهد الحارة فوق راسكم، والرجال فيكم يعاندني، وإنتي أول واحد يا نور الزفت. الله معك يا زينة الجدعان، مطرح ما راحوا الأنبياء هونيك، هونيك أنت بجنة الرحمن، ونيالن كل الحواري فيك. تراب الوطن من شرشف الأحزان، مشحات سودا شالها يغطيك، صارت دموعي تشغل النيران، الشمعات فيها مع الصلاة تهديك. من وين رح لاقي ورديك فيك؟ من وين رح لاقي دمعك فيك؟ ليش هيك عم يصير معي؟ أنا شو عامل يا ربي لحتى عم يعاقبني هيك؟ الله يفرجها ويخلص من هالمصايب. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا رب عافي عبود بجاه اسمك الكريم يا الله. يا رب عافي عبود بخطية شبابه. يا رب يا رب عبود ما إلو غيرك يا أرحم الراحمين. مرحبا يونس. لك يونس شي لك يا اخو علي الاستاذ عمر عليكم. يسلم عمرك زعيم جوا. ايه جوا. طيب يا ريت تقول له اني بدي اشوفه. لك محمد شو عم تعمل عندها؟ أهلين معلم فارس. كنت عم عد الغلة بس. وليش هيك لونك مخطوف؟ أنا لا 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 معلم ما أنا مخطوف لا. أعمل لك شاي؟ عميل. شو قصته يونس؟ السلام عليكم زعيم. أهلين سيد ياسين. بدك ما تزعل من الوالدة زعيم. انت بتعرف قديش هي. ولا يهمك عم ياسين، انا من جهتي والله ماني زعلان. بعدين امك الله يكون بعونها فادت محب، ما بنعتب عليها، بس نحن ما لنا ظلام اخي ياسين. والله بعرف، ان شاء الله ما تواخذني. مشي الحال اخي مشي الحال، ولا يهمك. ايه زعيم، انا جاي مشان موضوع المدرسة اللي اتفقنا نحكي فيه. يا ميت اهلين، عود. هات قهوة يا يعقوب. عمرك زعيم. ايه يا اخي ياسين، وين بتحب تكون المدرسة؟ بأنو قرني بالحارة؟ أنا رأيي نعمل المدرسة جنب جامع الشامية، هونيك القرنة فاضية وما بتضايق حدا. اه والله جبتها. لوين ابن عمي؟ عالطاحونة. ايه الله معك ابن عمي. بدك شي يعقوب؟ الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. الله يرحم تراب رجليك يا عبود. لك وين عم تطلعي لفوق؟ مالي عم تطلع لفوق؟ حاجتك بقى، كل ما بتعدي هون بتضل عيونك شايحة على السطوح، لك شو في فوق فهميني؟ ما في شي ما في شي ليلى، قايمة ساوي لك قهوة. ايه. هون كتير منيح لأروح أشوف الزعيم قل له إني لقيت المكان المناسب.
شوف هلا مين بده يخلصك من ايدي. شاهد على روحك ولا يا زعيم الحق، ابن عمك شكري رح يقتله يا سيد فتان. اي والله. امي شكري. انت شو دخلك؟ المرة هربت يا ياسين، بس الأيام بيناتنا. شو عمل لك ياسين؟ الله وكيلك يا زعيم، ما عملت له شيء. هاي تاني مرة بيحاول يقتلني فيها. شكري على ياسين لبقت قريب. يا سيدي بدي قريب لشوف شو بدك تعمل. يا ابني يا شكري، استهدي بالرحمن وحصن لسانك. عيب تحكي مع الزعيم هيك. هذا زعيمكم انتو، زعيم عليكم انتو، بس انا ما حدا بيعمل علي زعيم. اسمع انت، اسمع، عينوك زعيم غصب عني على اساس انك تقتل عبود الشامي. بس ليكو عبود نقتل على ايدين الخربتليه، وانا تاري لسه ما اخدته. بدي اخده من هذا الصوص اللي جنبك. فهمك كفايه شكري. المرة مرت لك ياها، مرة تانية لا تلوم إلا حالك وعلم على كلامي. ماشي الحال يا نوري، نتواجه. الله يقومك بالسلامة يا عبود، الله يعافيك ويردك لديارك. قادر يا كريم يا رب. يا بي اعطيني خرجي. روح من خلقتي، روح 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 يا ابي. الله يوفقك. لك اعمل لك نلع من خلقتي اللي عم ضربك. شو حيوان لك؟ ليش ضربته؟ شو دخلك انت؟ بالله شو؟ ليش بس انت ابوه؟ اعمل لك ليش ضربته؟ ولك بضربه وبضربك معه. ولك اصلا انت ولا شو؟ فاطمة وين امك؟ ليكي يا هون، لحظة لنزلك يا هون. ايه اخي، من هلا ورايح اتركوه لشكري، لا بقى حدا يقرشه، واذا بتشوفوه لا تسلموا عليه. تأمر زعيم. الله يهديه لهالرجال. امين يا رب. بعد وفاة ابوه فلت بفرد فرده. الله يرحمه. الله يرحمه. زعيم عزام برا بده اياك، ايش اسوي؟ خير يا طيب. عزام شو بده الثاني؟ خليه يفوت. يلا. السلام عليكم زعيم. وعليكم السلام. ها؟ حضرتك هون يا ابن المدارس؟ اي شو في؟
مالك عرفان شو في؟ يا مثقف يا متعلم يا ابن المدارس؟ حلو حلو كثير. هلا انا بالمخفر بدي اعرف شو في. تفضل معي لشوف. شو بناسة؟ قاعد عم تحكي ولا كأنه في حدا قاعد بالمضافة؟ بعتذر أنا يا زعيم، بس في شكوى مقدمة ضده، لكان؟ ومن مين هي الشكوى؟ من مين يعني؟ من ابن عمك شكري؟ لا يا عم شو هالقصة؟ بيعتدي علي بعدين بيروح بيشتكي؟ عزام أنت فهمان القصة غلط، شكري هو اللي اعتدى على الأستاذ ياسين. شو علي؟ نفتح تحقيق وساعتها بنعرف مين اللي اعتدى على التاني. يابا تحقيق؟ قلت لك شكري هو اللي اعتدى على الاستاذ ياسين، عم تفهم؟ عم بفهم زعيم عم بفهم، وكلامك على عيني والراس، بس في شكوى مقدمة ضده، ولازم اخذه انا على الكراكون هلا، بس كرمالك ولانه قاعد عندك بالمضافة ما راح اخذه معي هلا، انا هلا راح اروح، وبعد ما بروح انا تبعثه لعندي على الكراكون. يلا سلام. يخرب بيت سنتك على العملية يا شكري. شو ساوي زعيم؟ خلص هو على الكراكون. أنا شي ساعة زمان بيجي وطلعك. إن شاء الله ما تطول زعيم. روح يا ابني يا ياسين روح. هلا بنيجي نحن والزعيم ومنطالعك. شو الدنيا فلتانة؟ والله ما بعرف. ماشي روح وريني. السلام عليكم. السلام عليكم. بعدين معك يا شكري. بعدين. فاضل. تعتي 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 قبرني. خوتي خوتي روح اشتري إضامة على سكر اللي بدك يا ايه تقبرني. الله يخليني. الله يرضى عليك يا امي. روح تروح كول وتهنى. خلص تقبريني خلص يا ملاك. بيرضيكي هيك يا مرت عمي؟ مو على اساس خلص ما بقى بده يمد ايده علي؟ يعني الله يصلحك انت الثانيه. يعني بتعرفي معصب وشفتيه معصب ضروري تردي بوشه كلام. يعني شو الحق علي؟ لك لا ما حدا قال هيك، بس يعني انت بتعرفي شكري، وخاصه لما بيكون معصب ما بيقعد بيعرف حدا. قد ما يعصب ما بيصير يعمل فيني هيك. خلص تقري خلص لا بقى تبكي كرمالي لا بقى تبكي. تسلمي خلص حبيبتي خلص. أصلاً أنت اللي مصبرتيني وقاعدة بهدي. تحكي لشوف تحكي خلص كرمال يعمل لك خلص. أنا رح أروح أعمل أحلى فنجان قهوة لأحلى ملك بكل الشام. الله يخلي لي إياك يا مرت عمي. خلص تحكي إيه؟ يلا رح اسوي لكم قهوة يا مو. اجي ابريني الله يرضى عليك. اهلين وسهلين. اهلين فيك يا ام نوري. اي ما حكيتي لي شو اخبار عروستنا شفيقة؟ هي يو شبكت بلكمتي. انا جاية لحتى اقول لك شغلة، بس والله خايفة تزعلي مني. يو وليش لحتى ازعل منك ام يونس؟ خير ام يونس شو في؟ الافندي بعتني لحتى قلكم انه شو؟ اي والله ما عم تطلع معي. احكي ام يونس احكي والله غليتي لي قلبي. انه شفيقه مو لفارس يعني ما لكم عنا نصيب. والله انت شو عم تحكي؟ اي والله يا ام نوري بس انا ماني موافقه. اي والله والله لو بعيش وبموت 100 سنه ما بلاقي لا باخلاق ولا بادميه فارس. بس شو بدي ساوي؟ أبي يونس هيك بده؟ بالله؟ يعني لأنه ما عطيناكم فاطمة ما بدكم تعطونا شفيقة؟ شو يعني؟ وحدة بوحدة؟ تقبريني تقبريني لا تزعلي مني. لأيو شو ازعل؟ مالي زعلاني أبداً.